لن تحب. يسعد صباحكم مشاهدينا، مباشرة إلى محورنا الأول. سوف نتحدث عن الكسور، فالكسور عند الأطفال مشكلة تواجه الكثير من الآباء والأمهات، وخاصة كسور الذراع الأكثر شيوعاً، حيث أن رد الفعل الشائع عند الإنسان هو أن تدفع ذراعك للحفاظ على نفسك من السقوط. إذا للحديث عن كسور الأطفال مشاهدينا، يسرنا أن نرحب بالدكتور جهاد حاج إبراهيم، رئيس الجمعية السورية للجراحة العظمية. يسعد صباحك دكتور جهاد. صباح الخير. صباح الورد. إذا حديثنا اليوم عن الكسور، بمعنى آخر بدنا نستهدف بحديثنا تكوين وبنية وتركيب النسيج العظمي، كونه هي الكسور تحدث على العظام. خلينا بداية الحوار دكتور نتعرف على النسيج العظمي كبنية كتركيب، يعني كأهمية بجسم الإنسان. الحقيقة الهيكل العظمي هو البناء الأساس للعظم، خاصة عند الأطفال. نحن الهيكل العظمي ببلش بقى بتشكل الكلس من الأسبوع السادس بالشهر الثالث في الحياة الرحم عند الأم، والعامل الأساسي هو الحقيقة هو الكلس بتشكل العظم. لذلك نحن مطلوب من الأمهات أثناء الحمل أنه يتناولوا الحليب بكمية كبيرة حتى يساعدوا على تكوين الكلس عند الجنين. المكونات الأخرى هي الحقيقة أملاح معدنية ومياه. المكون الأساسي هو الحقيقة هو الكلس. نعم. هلأ الأطفال بيختلفوا عن الكبار بالعظم، أنه العظم صغير وفي عنده خطوط نمو. نعم. هالخطوط النمو هي بتساعد على نمو العظم بالطول وبعض أحيان بالعرض. نعم. خاصية الكسور عند الأطفال أنه يلتحم بسرعة. يعني التحام الكسر عند الأطفال يلتحم بسرعة. مراحل الكسر بيمر بثلاث مراحل، بيغطي العظم قشر سميك نحن بنسميه سمحاق عند الأطفال، بيحافظ على هالنزيف الدموي. وقت بصير في كسر بصير نزف دم، بيحافظ على هالنزيف الدموي الهيماتوم هذا، وهذا الشيء اللي بيساعد على تخطي المرحلة الأولى اللي هي أهم شيء أساسية بالتحام الكسور، هي اللي بنسميها نحن التحام المبدئي. نعم. المرحلة الثانية هي التحام الكسر، المرحلة الثالثة هي التقوي. بمر بثلاث مراحل حياة، نحن بنقول للطفل بقولنا مثلا انه عمره على هو عمر السنين بيلحم الكسر. نعم. الحقيقة بده يمر لا يقل عن اي كسر بسيط عند الاطفال، بده يمر يعني لا يقل عن ثلاثة اسابيع الى الشهر. نعم، لتبدأ عملية الالتحام، يعني أو تشكل فينا نقول مادة عظمية جديدة تملأ هذا الفراغ، صح دكتور؟ نعم، نعم، هذا الحكي تمام. نحن في عنا حنشوف هلا نحن على الصورة مثلا. طيب. حنتابع معك. أهم الكسور عند الأطفال هي الحقيقة كسور الترقوة. كسور الترقوة عند الأطفال هذا كثير بنشوفه نحن عند الأطفال، هدول الكسور ما بدهم أي جراحة. نعم. بنحمل الذراع بشكل بسيط وما بده أي شيء بنوم. الكسر الثاني اللي هذا كسر موجود بشكل كبير كتير اسمه كسر غصن نظير. نحن بنشوف الكسر غصن نظير، يمكن هذا بده أخصائي طبيب حتى يشوف. نعم. هذا الشيء. نعم. هالزاوية البسيطة اللي هون نحن كسر غصن نظير. كسر بياخد قسم حاق واحد، بعض الأحيان بيجينا أطفال مكسورين وشفيانين وما لهم خبرانين الأهل يعني. تمام. إيه لا، نتيجة أنه الكسر غير متبدد بأرضه. تمام. ما بيخوف طبعا. هالكسر هذا بيحتاج انه ينحط له جبصين للطفل. هالجبصين هذا بيثبت المعصم مشان ما يحرق. نقصد فيه يعني هذا المصطلح هو كسر جزئي، ليس فقط انه بيحيط كل العظم. تماما. جزء منه يعني بيكون مكسور، قشر واحد فقط، بياخذ قشر واحد فقط من العظم. هذا العظم الكامل اخذ هذا القشر. تماما. هذا الكسر نحن بنحط له جبصين بالطريقه هي. تمام. جبس بسيط لمده ثلاثه اسابيع، الهدف منه انه نحن نحافظ على هالكسر هذا ما يتطور ما يزيد ما يبعد. تمام. ما يصير عندي افتراق في بؤرة الكسر. قد ايه مهم دكتور انه اثناء حدوث كسر كامل انه اعاده طرفي العظم المكسور الى وضعهما الطبيعي وبعد ذلك تبدا عمليه الجبيره؟ لانه كثير نحن بنسمع انه فلان انه تم فك الجبيره واعاده التجبير من جديد لانه الكسر غير لاحم بيكون على بعضه او غير ملتئم بشكل صحيح. شكرا كثير للسؤال. الحقيقة هذا نحن كثير بنصادفه نحن بحياتنا العملية، خاصة بالطب الشعبي يعني، خاصة بنسمع هيك. هلا نحن شايفين هذا الكسر كسر متبدل بشدة عند الطفل، بنطلع على الصورة الشعاعية كسر متبدل بشدة. تمام. هذا الكسر نحن بنرده رد محافظ تحت التخدير،
ندخل المريض على غرفة العمليات، بنخدره بنشده بنحط له تحت جهاز القوسي، بنرده بنحط له جبصين. إذا بنشوف نحن على الصورة شوية، طبعا هذا شغل اختصاصي، حتى لما عرض صورة الترك ومبين كسر كامل يعني كانت نعم كامل. هلا هذا الكسر لازم يرجع لمحله مشان بالمستقبل. كسر الترك مو مشكلة إذا ما رجع لمحله، بيرجع بيقوله، بما هذا الكسر يجب أن يرجع لمكانه ينرد بشكل جيد حتى ما يفقد وظيفة الطفل. هاي الكسور مثلا الساعد، الكسور الساعد عند الأطفال نحن نقبل فيها عند الأطفال الصغار بتزوي مقبول بتراكم، بس ما يكون فيها تراكم. هلأ نحن المشكلة نحن بيننا وبين الأهل أنه أحيانا نحن في جراحة العظمية عند الأطفال نقبل في بعض التراكب العظمي، مو شرط العظم يعني يجي يركب بوري صوبيا يتذكر، لا نحن طالما عم نشتغل عمل نحن عم نحط جبصين خارجي فنحن بنقبل نحن في بعض التزوي أو بعض التراكب للكسور. بعض الأحيان نحن نضطر إلى إجراء رد. هلأ هذا الطفل نحن كان عنده كسر، ردينا له الكسر، التحم بشكل جيد، ما في عنده مشكلة، كسر عظمي الساعد. الكثير من الأحيان نحن الأهل بيجوا بيقولونا نحن هذا الكسر ما له مقبول، نحن في بعض الأحيان نضطر إلى التداخل الجراحي. تمام، بأي حالات؟ هلأ أكثر الحالات هي الكسور الوتي يتصل إلى السطح المفصلي، يعني العظم طرف العظم القريب من المفصل مع العظم الآخر. تمام، هون نحن اسمه هي خطوط النمو، حتى ما يصير اضطراب خطوط النمو بالمستقبل، حتى ما يصير عندي أنا خربطة. بعض الأحيان بصير عندي بتطلع الإيد مايلة، بتطلع الركبة مايلة، فلذلك نحن يجب التداخل. هلأ كثير من الأحيان نحن الصور الشعاعية ما بتكون واضحة لأنه بيكون الطفل صغير والعظم لسه ما ظهر على الأشعة، يجب أن نعمل صور مقارنة بين الطرفين. تماماً. والجراح هو الحقيقة هو بيكون عنده خبرة بالجس، هالكسر هذا جس خاصة المرفق والمعصم والركبة تحت، بجس الطبيب هو بيقيم انه انا في عندي كسر متبدل ام غير متبدل. خلال هالجس هذا بيحسن يقيم انه هذا الطفل يحتاج جراحة ام يحتاج تخدير ام يحتاج علاج محافظ. يعني هلا هذا الطفل نحن عنده كسر بعظمي الساعد بالعظمتين، اضطرينا نحن نحط سيخ لعظم واحد واخذنا نتيجه جيده، ما شرط انه نحن نتداخل على العظمتين ونحط له سيخ. هلا هذا الطفل نحن عنده تزوي شديد، نحن حطينا له سيخين، الوضع جيد جدا، بسيط، العمل الجراحي بسيط، ما في تعقيد، بعد 45 يوم من قام الجبصين من قام السياخ على الشهرين بيرجع العظم لوضعه الطبيعي، ممتاز. بيرجع العظم ممتاز. نحن إذا بنلاحظ أنه طالما العظم الكسور بعيدة عن خطوط النمو، خطوط النمو اللي هي خطوط المشاش نحن بنسميها، بتكون أمور جيدة. خطوط النمو هي غضاريف النمو، غضاريف كما النمو ذكر في مناهجنا بالعلوم عشان نقرب أكثر اللي عم يتابعونا. نعم، وهي مسؤولة طبعا عن نمو الطولة. تمام. هلأ نحن الحقيقة الصفائح والبراغي لا ينصح بها عند الأطفال. لماذا؟ في شيء له بتعلق بتكوين العظم، فتح الجرح، يعني نحن الشق التداخل الجراحي هذا شق الجلد، وهذا لا يفضل عند الأطفال على الإطلاق، يفضل عبر التنظير إدخال سيخ عبر الجلد ورد الكسور بشكل محافظ نحن بنسميه، لكي نحافظ على الهيماتوم أو النزيف الدموي الموجود في بؤرة كسر، اللي هو الحقيقة المرحلة الأولى من شفاء الكسور. نعم دكتور. يجب تثبيت الطرف بعد ما بنحط له جبصين للطفل، يجب تثبيت الطرف بشكل جيد وإعطاء المريض أنه يرتاح في البيت، أنه هذا المريض أنه إذا بده يروح كمان يروح على كمان على اللعب على الجهد، ممكن يؤدي إلى كسر الطرف مرة أخرى. تمام. طيب دكتور، لما طفل بيوقع بيصير في عنده مثلا حالة الكسر اللي عم نحكي عنه، شو هي الأعراض والمؤشرات اللي بتنبئ فعلا على أنه هو يعني واضح أكثر من غيره أنه هو ممكن يكون عنده كسر بأحد عظامه؟ أول شيء الألم، هذا موضوع الألم. ثاني شيء وزمة في مكان الكسر، بتنتفخ وبتوزم. ثالث شيء بصير عجز عن أداء الوظيفة، إن كان بالإيد أو بالطرف. هدول الثلاث أعراض هدول أهم شيء. هدول نفسهم بالنسبة إذا كان في كسر، يعني درجاته إذا كان كسر كامل ولا إذا كان شعر بسيط ولا كسر بسيط، ولا بتختلف الأعراض؟ هلا إذا كان عندي أنا في تبدل كبير بيصير تشوه شديد بالطرف. تمام. هون نحن بصير عندي تشوه شديد بالطرف. هلا هذا كسر فوق اللقمتين عند الطفل. أوه. كسر كبير بصير تشوه شديد، هذا الكسر رده ناخذ المريض بشكل اسعافي على المستشفى. لانه هذا في عندي انا شرايين واعصاب بالمرفق، هذا كسر بالمرفق. تمام. نحن كثير احيانا هذا وارد كثير وعلاجه بسيط جدا وما في اي تعقيد،
بيروح الطفل على المستشفى، نحن بمشفى ابن النفيس الدوام 24 ساعة، الإسعاف موجود 24 ساعة، كادر رائع جدا، عندهم إمكانيات جيدة والمشفى فيها إمكانيات جيدة جدا. نحن من الطفل مستقبل بنجرى له عمل جراحي، هذا العمل الجراحي إسعافي، نعم بنجرى له عمل جراحي إسعافي برد الكسر ومراقبة. هلأ المراقبة، الصور الشعاعية للمريض يجب إجراء صور شعاعية كل أسبوع، نعم كمتابعة لتطور الحالة العلاجية والشفاء. هلأ نحن الصور لا نجريها لحتى نشوف إذا كان كلس أم لا، نحن عارفانين أنه التكلس على 45 يوم تماما، نحن بنعمل صور شعاعية لحتى نشوف إذا كان هالكسر تبدل أم لم يتبدل. نعم. إذا تبدل ممكن التداخل وإصلاح التبدل. نعم. إذا لم يتبدل في المرحلة اللي بعدها، لأنه نحن اللي بيصير أنه بيكون في عندي كسر بيكون في وزمة، هالجبصين بعد فترة بتخف الوزمة، بصير الجبصين بيقول لي صار عم يلعب بإيدي الجبصين. هلأ نحن بنعمل صور شعاعية، مو كل أسبوع بنفك الجبصين بنحط جبصين، هذا غلط. تمام يجب أن يبقى الجبصين لمدة 3 أسابيع، يجب أن نحافظ على الجبصين. نعم. ما ينكسر الجبصين، ما يدعس عليه المريض، ما يجي عليه مي المريض الجبصين. نعم. يدير باله عليه، والصور الشعاعية هي لمراقبة تبدل الكسر وليس لمراقبة التحام الكسر. تماما، هي نقطة كثير مهمة. إذا النقطة المهمة هي متابعة إعادة طرفي العظم دائما الالتحام لبعضهما البعض. رح نتوقف مع تقرير دكتور أعدوا لنا الزملاء حول موضوعنا، وبعد التقرير بنرجع لنحكي أكثر ببقية النقاط اللي إحنا بنحكي فيها فيما يتعلق بالكسور عند الأطفال. إذا المشاهدين نعود إليكم بعد هذا التقرير، تابعوا معنا. يحتاج جسم الإنسان للدعامة والحماية، وهذه الوظيفة يقوم بها الجهاز العظمي، حيث يعد الهيكل العظمي دعامة أساسية لجسم الإنسان التي تؤدي وظائف متنوعة، ويشكل 20% من وزن جسم الإنسان. إن وجود عظام قوية في مرحلة الطفولة يضع الأساس لصحة العظام طوال الحياة، وعندما يتمتع الطفل بعظام قوية فتقل فرص الإصابة بضعف العظام وتكسرها، ولذلك يجب الاهتمام بصحة عظام الطفل وتقويتها من خلال مجموعة من الإرشادات الكفيلة بتعزيز قوة وصحة العظام. الحصول على فيتامين دال، حيث يساعد فيتامين دال على قيام الجسم بامتصاص الكالسيوم والفوسفور الذي يحصل عليه من الأطعمة المختلفة، ولكن الكثير من الأطفال لا يحصلون على القدر الكافي الذي يحتاج إليه الجسم من هذا الفيتامين المهم. وفي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب لمعرفة الجرعة المناسبة للطفل من مكملات فيتامين دال. كما يجب تعريض الطفل لأشعة الشمس لمدة 15 دقيقة يوميا، فهذا يكسب الجسم نسبة جيدة منه، بالإضافة إلى شرب الحليب المدعم بفيتامين دال والحصول على الكالسيوم، وهو معروف ببناء عظام صحية، ويوجد الكالسيوم في منتجات الألبان والفول وبعض المكسرات والبذور والخضروات الورقية. وأيضا اتباع نمط غذائي صحي، تساعد الوجبات الغذائية الصحية بما في ذلك الدهون الجيدة الموجودة ببعض الأطعمة مثل الأفوكادو والمكسرات على امتصاص العناصر الغذائية المهمة للجسم، وعلى رأسها الكالسيوم والفوسفور، وممارسة الطفل للرياضة. دكتور، يعني أثناء الكسر وسقطة الطفل، يعني مثل ما تفضلت وحكيت على أنه أهم الأعراض هي الوزمة، ولكن بنفس الوقت لما بصير في أمراض تانية مثل تمزق أربطة مثلا، كمان ممكن يصير نفس المؤشرات أو قد تتداخل أحيانا المؤشرات نتيجة الرد القوي والعنيف. فلحنا كيف ممكن نميز مثل ما ذكرنا أنه بين أنه فعلا هاي حالة كسر ولا حالة تمزق أربطة ولا حالة رد قوي بناء على تشابه هاي المؤشرات الخارجية بالوذم وربما أنه النزف الداخلي أو يعني الكلام لإلك لأنه أنت الاختصاصي. هلأ الحقيقة بدي قيم هو الطبيب. نعم. يعني الأهل هن بيقدموا الإجراءات الإسعافات الأولية في البيت،
بيثبتوا الطرف قدر الإمكان. أنا بنصح يحطوا تلج، يعني ما يحطوا مي سخنة، تلج نعم، يحطوا مي باردة مكان الإصابة، هذا كتير بيساعد التلج والمي الباردة بيخفف النزف وبيخفف الوزمة ويخفف الألم. تمام. في البداية بيستصعب الطفل لكن بعدين برتاح عليه الطفل. هلا يثبت الطرف مباشرة، نحن يعني بأبسط الأمور إنه يثبت الطرف لأقرب مستشفى أو أقرب طبيب. الحقيقة الطبيب هو بيقرر يعني. تمام. إذا كان عندي تمزق أربطة أم كسر، والاستعانة بالصور الشعاعية الحقيقة هي اللي بتساعد على هالموضوع. تمام. هذا يعني بدها معاينة سريرية حكما بالمستشفى. نعم. نعم نعم. هلا أنا حطيت صورة شعاعية هون، إذا بناخدها هي للطفل عنده كسر بالمرفق ما تعالج. هذا التشوه اللي عم نقول عنه نحن احيانا بصير عند الطفل. تمام. تشوه تزوي باليد اليمينية. نعم. باليد اليمنى هذا ما تعالج بشكل جيد، صار تشوه. هلا بعض الاحيان بتعالج لكن بيصيب خط المشاش، وهذا يعني شيء خارج عن السيطره. تمام. هذا الشيء ممكن اصلاحه بالمستقبل، ينعمل له عمل جراحي بيرجع الامور لحالتها الطبيعيه. نعم. باجراء جراحات. كسور بعض الاحيان بالكتف نحن مو شرط نتداخل جراحيا، هذا كسر برأس العضد بالكتف ما يحتاج، أحيانا نضطر إلى وضع أسياخ، أسياخ أو براغي. هذا اللي شايفينه نحن شيء اسمه انزلاق مشاش، هو هذا بصير بسن 14 سنة نتيجة عند الطفل بعض الأمراض. هذا نعم. المفروض يعني وقت بيجي الطفل، نحن في عنا قاعدة كل طفل يشكو من ألم ركبي يجب أن يراجع طبيب. نعم. كل طفل، وهذا نداء للأهل. نعم. كل طفل يشكو من ألم ركبة يجب أن يراجع طبيب. هذا الألم يعني فجأة يظهر ولا بعد رد ولا بعد زحطة أو عمل هو عنيف؟ عادة ما بيجي بعد رد، هو بيجي وبيروح الألم غير مستمر. نعم. بصير المريض يصير عنده ألم. هلأ المشكلة ليس في الركبة، المشكلة في الورك. هلأ الورك يتألم والركبة تصرخ. تمام. المشكلة هي الحقيقة بالورك. بعنا نحن بعض الأمراض مثل هالمرض هذا اسمه انزلاق مشاش. نعم. بيجي هذا مشكلة يعني عويصة، هي انزلاق مشاش في رأس الفخز. الحقيقة بيجي الطفل بمرحلة متأخرة، إذا إجا في مرحلة باكرة علاجه سهل جدا جدا جدا. نعم. عبارة عن عمل جراحي بسيط وما بصير عند الطفل أي مضاعفات، نحسن نحن نجري له العلاج اللازم بوضع برغيين بشكل. نعم. بسيط جدا ويرجع لحياته الطبيعية ما في أي مشكلة. تماما. مثل ما أنا شايفين هلأ نحن هوني كسر عن فخز عن الطفل غير متبدل. نعم. طفل صار عنده ألم، صار عنده، بناخده دغري على المستشفى، نعمل له صورة شعاعية بنقيمه. تماما. هالمريض هذا هالكسر هذا بالداخل ممكن نحن إذا نحن بلشنا نحرك فيه هذا بيتبدل. تمام. شوف الكسر شلون كان غير متبدل، إذا بلشنا نحرك نحن بيتبدل هالكسر هذا. فلذلك مثل ما هو الطفل بناخده بنروح على المستشفى. نعم. بنوضع له عمل جراحي بسيط وبنحط له جبصين لهالطفل هذا. نعم. هلا هون كسور الفخذ، هذا الكسور اللي نحن بنشوفه عند الأطفال. كسور الفخذ عند الأطفال نحن مثل ما قلت قبل شوي. نعم. كسور الفخذ العظم عند الأطفال حصراً. نعم. هو ما شرط أنه العظم يعني يجي رأس لرأس، لا، ممكن يكون في شوية تراكم. تماماً. ما بيخوف تراكم. باثنين ونص سنتي ما بيخوف أبداً. ممكن هذا بالمستقبل يلحم ويعمل ريمودلينج عند الأطفال. نعم. وبترجع أموره بشكل جيد جدا. تماما. هلأ نحن كنا نلجأ إلى التمديد بعض الأحيان، نحن إذا كان الكسر جدا متراكب وجدا صار في قصر في الطرف يجب التداخل على جراحين، وبعض الأحيان نضع أسياخ. هلأ الكسور هي عند الأطفال مثل ما أنا شايفينها. نعم. هذا الطفل كطفل صغير عمره سنتين ونص ثلاث سنوات، هذا وين بدي يحط له سياخ؟ هذا نحن بنحطه على التمديد. تماما. الكتلة العظمية لسه رقيقة يعني. تمام. هلا هذا الكسر التحم بشكل جيد جدا وما عنده أي مشكلة. تمام. أكيد بيكون في عوامل أخرى بتساعد عملية الالتحام والجبيرة وتوليد هذا الطبقة التكلسية الجديدة. هذا بيعتمد أكيد على مصادر خارجية دكتور، لحتى نستثمر الوقت أكثر خلينا نحكي عن هاي المصادر الخارجية. الغذاء. الغذائية نعم. الكلس. تماما. تعرض الطفل للشمس. الفيتامين دال هو موجود تحت الأدمة. نعم. بيتحرر بتعرضنا نحن لأشعة الشمس. نحن مو. نعم. على طول ناخد دواء بنعطيه للطفل فيتامين دال وأبرة فيتامين دال، لا، الطفل إذا عرضناه نحن عنا فترة 6 شهور فترة شمس. نعم. إذا عرضنا الطفل نحن بين 7 و9 لكل يوم نص ساعة شمس كافي مع كاسة حليب. تماما. مع بيضة، مع جبنة، مع حليب، مع لبن. هذا بيسرع من شأنه عملية تشكيل الطبقات العظمية الجديدة في منطقة الكسر. نعم. نعم. هذا كتير بيساعد.
الراحة ما نخلي الطفل يعني يدعس، ما يخليه يمشي، ما يخليه، لازم نحن هذا الطفل حطينا له جبصين خلاص بنريحه. نعم. شوف الكسور شلون عم تلتحم بشكل جيد. نعم. وبترجع على الطفل، هذول الأطفال أحيانا نحن بعض التسوي لا نقبل فيه، يجب التداخل. تمام. عليه. تماما. وهذا كله هذا اللي شايفينه نحن هون، عفوا هون نحن للسياخ بنحط الأطفال. نعم. بهاي الحالة؟ بهاي الحالة نحن بنحط له سياخ الأطفال، إذا كان في تزوي شديد، في تراكب شديد، ممكن نضع له نحن أسياخ. نعم. تعطي نتيجة جيدة جدا. تمام. يعني لحتى نختم دكتور بفكرة وأنت نوهت عليها بشكل مباشر وحتى غير مباشر، أنه لابد من الذهاب للمشفى من أجل يعني أنه التقييم والفحص السريري الصحيح، ودون الذهاب لوسائل علاجية قد تكون تقليدية أو قد تكون فينا نقول غير مجدية، يعني متوارثة عند الأهل. لهيك إحنا لحتى نختم مع حضرتك، خلينا نختم بنصيحة بتتوجه فيها لكل الأهالي اللي عم بيتابعونا فيما يتعلق بكسور الأطفال، وإن شاء الله ما حدا يعني بصيبه هيك حالي نهائيا، والصحة والسلام للجميع. هلا اول شغله، الطفل معرض للكسر، هذا شيء طبيعي. نعم. ما ناخذ الموضوع انه ابني وقع ليكون عنده نقص كلس، يكون عنده مرض، ناخذ الموضوع احنا في بساطه، الطفل معرض للكسور، هذا شيء وارد جدا. نعم. الموضوع الاخر، نحن بالبيت نحن اذا الطفل وقع ما نحاول نحن نقوم بشيء، نحن نحاول نرد، نحاول ممكن نحن ناذي، نثبت هالطفل هذا وناخذه على اقرب مستشفى او اقرب طبيب. الشغله الثالثه متابعه. نعم. يعني نحن حطينا له جبصين بس بدنا نتابع. تابع هالشيء هذا، وبعد ما نفك الجبصين بصير تحدد بالحركة، المعالجة الفيزيائية هي اللي بترجع الطفل لوضعه الطبيعي والسليم. تماما. يعني وبالنهاية الوقاية خير من العلاج، يعني أكيد عيننا لازم تكون دائما على أطفالنا ونعطيهم شوية نصائح بحيث أنه يبتعدوا عن الألعاب العنيفة يلي فيها يعني ركض، فيها مثلا صدامات معينة، وبالتالي هذا الشيء فعلا بيكون بيساهم إلى حد كبير وبيرفع درجة الوقاية. نشكرك جزيل الشكر الدكتور جهاد حاج إبراهيم على هاي الومضة اللي أعطتنا إياها حول هذا الموضوع، وإن شاء الله بيكون كلامك يعني أنه دق أجراس الوقاية والرقابة، رقابة الأهل على أطفالهم. طبعا حضرتك رئيس الجمعية السورية للجراحة العظمية، شكرا لك ويسعد صباحك. شكرا كثير. صباح الخير. شكرا طبعا مشاهدينا، اللي احنا مستمرين ولكن بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا.